يدخلك الجنة يا ولدي، الله يدخلك الجنة. حبايبي أنا اليوم جالس مع والدتي الغالية. حبيبي كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أنا اليوم قاعدة مع ولدي الشيخ منصور. الله يسعدك أمي حبيبي، المتابعين كلهم يدعوا لك إنه ربي يشافيك يقومك بالسلامة. آمين، الله يسعدهم حتى الله. إذا ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين تأمل فيهما تفرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اجعلنا إليك راغبين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يدخلك الجنة يا ولدي، الله يدخلك الجنة.